فعلا ان الحكومه بعد هذه الاحداث التي جاءت خلال الاحتجاجات اللي كانت خرجت للشارع وفي اطار التعبير يعني اللي كيضمنوا الدستور للمواطنين المغاربه اللي تضروا من الغلاء ديال الاسعار، وهذا ناتج طبعا مجموعه من العوامل الدوليه من خلال ان السعر ديال البرميل في الوقت اللي الحكومه وضعت في المشروع ديال الماليه انه غادي ينزل ل 45 كتوقع لحدود الساعه، ولا زال يتجاوز العتبه ديال 90 البرميل. بالتالي الحرب الان بين اوكرانيا وحلفائها مع روسيا ايضا اثر على هذا الثمن ديال البرميل. نفس الشيء التوقعات ديال الحكومه على مستوى 80 مليون قنطار ديال القمح سقطت وانهارت امام الان غياب ديال التساقطات في هذه السنه والتراجع ديالها، التراجع الحقيقي ديال السدود، هذا مؤشرين معا يعني خلاو ان جميع التوقعات والفرضيات اللي بنات عليها الحكومه الميزانيه العامه ديالها لم تستطع اليوم المقاومه ديال هذه الفرضيات. كذلك الفرضيه الثالثه اللي كانت توقعاتها الحكومه في اعداد مشروع الميزانيه هو العمله الصعبه والعائد ديال السياحه والجاليه. كنعرفوا ان الان حوالي شهرين اللي كانت الاجواء يعني مسدوده تبع الازمه ديال الكوفيد، هذا تنزل اثر على الميزانيه. اذا هذه العوامل الثلاثه يعني التاخر ديال السنوات ديال سقوط الامطار، الحرب الان بين معسكر اوكرانيا وحلفائها مع روسيا، كذلك البرميل ارتفع بواحد الشكل فاق التوقعات اللي قدرت الحكومه، خلات الاسعار الان كتعرف واحد الغلاء كبير وخاصه في العالم القروي. العالم القروي هو اللي حس بالخطر ديال ارتفاع الاسعار. المدينه طبعا هناك يعني واحد السيوله واحد الحركه ماليه وكاينه نشاط اقتصادي مستمر، هذا كيخلي الانسان في المدينه او في الحاضره انه يراجع نفسه، كيدير هو السياسه ديال التقشف وتينقص من المصاريف وكيسير راسو، عكس العالم القروي. العالم القروي يصعب انه يسير هذا الشيء بدل هذه الازمه، خاصه ان الفلاح الان ما لقاش الشتا باش يكمل الموسم في العين ديالو، لوح الزريعه ديالو الشتا ما طاحش، ما لقاش ضمانات يعني طبيعيه وضمانات واقعيه باش يمكن له يتفاعل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، هذا اثر على العالم القروي والفلاحان. ثم شفتوا مجموعه بعض الفيديوهات اللي كيخرجوا تيكونوا هما محدودين، ولكن كيبينوا ان فعلا هناك اشارات نحو ازمه ديال غلاء الاسعار وخاصه في العالم القروي، المناطق القرويه والمناطق الجبليه. مثلا بحال الحدث اللي وقع في الحد السوق ديال الجنول والمحاوله ديال بعض المواطنين انهم يخرقوا القانون من اجل الحصول على واحد القفه ديال الخضره، وهذا مخالف للقانون، والسلطات راه فتحات الباب في هذا النقاش في التحقيق في هذا الباب، وهو اللي خص اننا نامنوا به اننا في دوله الحق والقانون ودوله المؤسسات، ما خصناش نديروا شرعي ابنا، الواحد ما كيديرش شرعي لا. حنا نتفهم كمعارضه اننا اليوم في واحد الوقت اللي هو صعب جدا، ظرفيه صعبه جدا، وهذا الوقت سموه جدودنا بكري بحازماز، حازماز يعني الانسان تتحوز الوقت لامور صعبه وقليله، الندره، وهي اللي كنعانيوها اليوم مع الحكومه، وهي تحاول تدبير ندره المياه، تحاول تدبير الندره ديال القمح، تحاول تدبير الندره ديال السيوله الماليه في ظل ان العمله الصعبه ما تحركاتش والجائحه لا زالت ترخي بظلالها. هذا الشيء كله نتفهمه كمعارضه كفريق حركي، ولكن نتساءل اين ابداع الحكومه؟ اذا كانت المؤسسه الملكيه صاحب جلاله نصر الله خضع المبادره واستشعر بالازمه اللي كيعيشها العالم القروي وجد قدم هاد 20 هاد العشرات المليار من اجل الدعم ديال العالم القروي، خاصه الفلاح الصغير الان اللي هو في حاجه الى هذا الدعم باش يمكن له يحافظ على الكسيبه ديالو ويحافظ على المحصول ديالو الفلاحي، كيفاش يمكن له يحافظ؟ اذا هاد القمح هاد الشعير الان اللي وجدته الحكومه وكلفات لجان او نقاط بيع اللي غادي تقوم بهذه العمليه، خاصها العمليه تكون مضبوطه،
على ذكر هذه القضيه ديال توجيه يعني الدعم الموجه للعالم القروي تحديدا للفلاحين وغير الفلاحين الكبار، حتى اخذوه الفلاحين الكبار واستافدوا مثلا من اجل الحفاظ على يعني الرؤوس ديال الابقار والاغنام والابل، من اجل اننا رحنا كنستعدوا نمشيو للعيد الكبير غادي نوقفوا ايضا على هذا الرؤوس. هناك ايضا حتى لوبيات اللي ما عندهاش راه عنده صفه فلاح ولكن هو لا يمارس الفلاحة، فلاح، لأن لسوء الحظ إلى حدود الساعة لم يتم حصر الكناش أو لما نقول هنا السجل ديال الفلاح، شكون هو الفلاح؟ الآن الفلاح شكون هو؟ واش اللي كيمارس النشاط ديال الكسيبة ولا اللي كيمارس النشاط ديال الفلاحة؟ والفلاح في قولميم وفي تينغير راه عنده 200 قطار ولكن راه لا شيء. بعكس ان الفلاح مثلا في مولاي بوسلام ولا في هذا عنده غير 3 هكتارات ولكن لا تنتج اكثر. اذا الفلاح خصنا نقيسوه صغير او كبير، نقيسوه ماشي بالمساحه الارضيه ولا بطبيعه النشاط، بل تنقيسوه بالمنتوج اللي كيدخلو او الدخل السنوي ديالو من خلال النشاط اللي كيزاول، وهذا هو اللي خدام عليه السجل الفلاحي. كنظن غادي يخرج، ولكن اليوم باش يمكننا ننجحوا هذه المبادره الملكيه والدعم يوصل للفلاح المتضرر اللي عنده الكسيبه، الفلاح المتضرر اللي من البلاد ديالو ما عطاتوش، خاص ضروري عدم الاكتفاء فقط ب الاداره ديال وزاره الفلاحه، قطاع الفلاحه فقط، بل لابد من اشراك القطاع ديال السلطات المحليه، وزاره الداخليه، القياد، اعوان السلطه، الباشوات، لابد ان ينخرطوا في هذه العمليه من اجل الحد ووضع حد امام اللوبيات التي تريد انها تستغل، لان كاين اللي غادي يجيب 40 كارطه ولا 50 وغيمشي لنقطه البيع وغادي يشي ياخذ داك الشعير ويديه يخويه من ديك الخنشه اللي مطبوع فيها دعم ويعمرو في خنشات اخرى يولي يبيعو، يولي يبيعو بثمن اخر، وغادي نوليو في مضاربات ونوليو في غلاء الاسعار مجد. اذا لابد من ان تكون الصرامه في هذا الباب هذا، وتكون ايضا المتابعات لكل من يريد ان يستغل هذه المبادره الملكيه من اجل انه يستغني فيها او انه يدير فيها مضاربه، خاص تكون فيها حتى المساءله والمتابعه القضائيه. تنظن اذا كانت العمليه الاشراك السلطه والمتابعه لكل من اراد ان يستغل هذه المبادره هذه في غير محلها، تنظن غادي تنجح العمليه ويمكننا نخفوا شيئا ما عن الازمه ديال الفلاح اللي كيعاني بزاف في العالم القروي وفي المناطق الجبليه. كفريق حركي طبعا باقي الفرق اللي معنا في المعارضه قمنا بتقديم مجموعه من الطلبات لانعقاد مجموعه من اللجان مع وزاره الفلاحه، مع الوزير ديال الماليه، مع الوزارة، وفي خلال هذه اللجان هذا نسائل على الطريقه التي تراها الحكومه مناسبه من اجل مواجهه هذه التداعيات ديال غلاء الاسعار لحدود الساعه. نرى ان الحكومه لا زالت يعني للاسف تختبئ وراء مبادرات ملكيه. الان في البيان الحكومي الاخير تيقولوا ان راه حنايا كحكومه عندنا هذا الملف ديال الدعم ديال الفلاح، هذه مبادره ديال صاحب الجلاله. دابا تيقول لك حنا الحمايه الاجتماعيه ورش فاتحين، هذه مبادره ديال صاحب الجلاله. الان تيقول لك نواجهوا الندره ديال المياه، هذه مبادره ديال صاحب الجلاله وقدمها واشار اليها في الثوره ديال على ان هناك ثوره ديال العطش قادمه ومشكل ديال الماء في 2019. البرنامج الوطني للماء اللي فيه مجموعه ديال السدود، فيه مجموعه ديال اعاده تدوير المياه ديال التطهير، فيه مجموعه ديال توفير المحطات لتحليه المياه ديال البحر. احنا دابا الان تنسالوا الحكومه شنو قدمات لنا، شنو ما هاد السدود اللي تصاوبوا، شنو ما هاد المحطات ديال التحليه ديال مياه البحر اللي تصاوبوا، شنو ما هاد المشاريع ديال اعاده التدوير ديال المياه ديال التطهير اللي تصايبوا، شنو ما هاد النقاط اللي حدثوا ديال توفير الماء الصالح للشرب. لحد الساعه لا زالت الحكومه لم تستطع ان تبدع وترتب حكومه الكفاءات، لحدود الساعه لم تقدم اي مشروع تؤكد من خلاله ان الحكومه قادره على الابداع، قادره على الابتكار بدل الاختفاء وراء مبادرات ملكيه ساميه يعرفها الشعب المغربي ويطمئن لها وينخرط فيها فعليا. نريد من الحكومه ان تقدم لنا حلولها هي وابداعاتها هي في قطاعاتها وكل في قطاعه. الان من التحريق تحليه مياه البحر، المحطه تكلف تقريبا 4 مليار سنتيم.
الى حنا الان ها هما المحطه اللي تحتات في اكادير هي بدات واحد ثلاثه الاسابيع هي وفرات الماء في صالح الشرب لاكادير واكثر من 15000 هكتار في الشتوكه غادي تكون توفر لها المياه من البحر. احنا الان ما بقيناش راهنين ديال التساقطات ديال الامطار. اذا علاش غادي نبقاو بهذا الحل الاحادي في اكادير؟ خصنا وحده في اسفي، خصنا وحده في الصويره، خصنا وحده في الدار البيضاء، خصنا المناطق تعاني من القطاع. المرات كيكون قطاع الساحل، الساحل كامل الحمد لله عندنا نستهدفوا نحطوا فيه مناطق ديال محطات ديال التحليه ديال مياه البحر، نوفر المياه الصالحه للشرب للمواطنين، نوفر المياه ديال السقي للفلاحه، ويولي عندنا الاكتفاء الذاتي ديالنا حنا ديال القمح ديال الشعير ديال. علاش غادي نبقاو حنا كنتسناو الى وقع واحد التحول دولي ولا ازمه دوليه بحال الحرب دابا اوكرانيا مع روسيا او الغلاء ديال البترول، كنوليو حنا في مشكل وتبقى التداعيات ترخي بظلالها على المواطن وكتطلع الاسعار وكنوليو في احتقان اجتماعي. اذا الحكومه خصها تبدع مثل هذا. حنا الى تم الاعلان على 10 او 15 ديال المحطه ديال التحليه، هذا كحل كنقترحوه حنا للحكومه. راه في اطار المنافسه في الصفقات راه ما غاداش تمشي ب 4 مليار، يمكن تمشي غير بجوج ونص، يمكن تمشي بثلاثه. اذا حنا نربحوا محطات اخرى ونربحوا وفره ديال المياه ونفكوا واحد الازمه اللي حنايا للاسف لا نعرف، يعني الحكومه لا تقدر وغير قادره على ابداع حل هو بيدها. ممكن حل ممكن الانهار ولا بحار، ولكن احنا عندنا هذه، ولكن آليات الإبداع والاشتغال وإعادة الاستغلال لهذه الثروة الطبيعية هو ما هو السؤال المطروح. كيف يمكن استغلال الثروات؟ والطريقة هي السؤال المطروح على الحكومة، وقدمنا نموذجا بمحطات التحلية للبحر. الحرب هي تداعياتها ستكون كبيرة وليس على المغرب فقط بل على جميع الدول، لأن الحرب هي ليست بين دولتين معا، هي حرب استراتيجية كبرى تدور بين قطبين، وإن اختفى القطب السوفيتي لكنه يبدو أنه جدد الاتحاد السوفيتي جدد نظريته القديمة من خلال الخطة التي وضعها غورباتشوف سابقا البروسترويكا، والآن بوتين استطاع أن يعيد بناء روسيا الجديدة، والآن يريد أن يضع نفسه كقوة دولية في إطار التنافس مع الحلف الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هذا المحور وهذا الصراع أكيد سيرخي بظلاله على الخارطة العربية كاملة، لا في شمال إفريقيا ولا في الشرق الأوسط، لأن أزيد من 40% من القمح راه يستوردها الوطن العربي، ومن بينهم أيضا حتى المغرب. كذلك نقطة الغاز التي الآن تؤجج ثمن البرميل اللي هو يؤثر على البترول وعلى مادة الغاز في العالم كامل. بالتالي الحرب لها آثار سلبية كبيرة وستساهم أيضا إذا لم ننتبه وإذا لم نتخذ الحلول الاستعجالية لهذه الآثار والحلول الاستباقية لها، أكيد سترتفع الأسعار أكثر وخاصة سعر البرميل، ستتوقف يعني العملية ديال الاستيراد ديال القمح. خصنا نبحثوا على جهات أخرى ودول أخرى اللي يمكن لها تمكننا من هاد المادة ديال القمح، أو خصنا حنا نجدوا الآليات ديالنا كما قلنا ونوفروا المياه ديالنا ديال السقي ونوفروا المنتوج ديالنا. حنا عندنا سهول خصبة وممتدة في المغرب تحتاج إلى تهيئة. ما قدمه المخطط الأخضر ربما أدى دور في جانب الحقول إعادة الهيكلة ديالها والتجهيز ديالها وتوفير المنتوج، لكن هناك فقر خلفه المخطط الأخضر على مستوى إنتاج المواد القمح الصلب، هذا الشيء ديال الزريعة والقمح والفارينة والشعير. المخطط الأخضر لم يستهدف، بالتالي بقينا دائما راهنين ديال الاستيراد ديالو. الآن من تنهضروا على الجيل الأخضر لابد أن ننتبه في إطار هذا البرنامج توفير آليات جديدة وبرامج جديدة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المادة ديال القمح والشعير والمنتوج يولي مغربي 100% ونستغني به عن دول أخرى.
فعلا اولا هو ان المبادره ديال الحكومه في توفير والاحضار ديالهم الى المغرب، هذه مبادره نتمنوها وعمل جيد، لان خصنا نقولوا الحقيقه ما نسموش. ولكن دابا الان هاد الطلبه كاينه نوعين، كاين واحد المجموعه اللي خضعت الان ان تتابع الدراسه ديالها عن بعد، وهذه بمعنى الموسم ديالها ما يداش راه ما يجي، وكاين مجموعات اخرى اللي لقات المشكل انها تجي او انها تتابع الدراسه ديالها عن بعد. هنا يعني كنوجهوا الدعوه للحكومه على اساس انها تاخذ المبادره وتحديد العدد ديال الطلبه اللي باقي ما جاوش واللي مازال ما استافدوش ما عطاوش الحق في اتمام الدراسه ديالهم عن بعد، كيف يمكن ان تقلب على حل لان السنه ديالهم ما تضيعش. ونتمنوا ان هذا الصراع الدولي يوضع الاوزار ديالو قريبا، ويبدو ان هذه المفاوضات بعد هذه المحاولات ديال الردود الحربيه اكيد غادي تنتج مباشره وتدخل المفاوضات الدبلوماسيه، وغادي توقف هذه الامور هذه، ويكون الخير الى الامام ان شاء الله.